أنا دي معلش ريحت ساعتين على الكنبة في المكتب، هم دول الساعتين اللي وقفوني على رجلي. والله أنا لو عليا ما نمشي خالص. حاضر يا ستي حاضر، مش هتأخر. خش الأوضة جوه، أنا جايلك كمان شوية، مش عايز دوشة. في يا زكريا حصل حاجة؟ لو علي مات. لا إله إلا الله، إيه اللي حصل؟ موتوه، عملوا اللي هم عايزينه. قتلوا زعلانة دي، قتلوا القهر، فات من اللي شايفه بيحصل في البلد، من الناس اللي طول عمره بيحارب شرهم. معرفتش اعمل له حاجه، ما لحقتش افرحه باللي انا عملته. استغفر الله، ما لحقتش. الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. هون على نفسك حبيبي، هون على نفسك، عمره الله يرحمه.